بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد، ومع اقتراب موعد اختبارات الفصل الأول نشرع بتقديم مواضيع للمراجعة لهذه الاختبارات، ونبدأ مع اختبار خاص بتلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي، جذع مشترك أداب وكذلك جذع مشترك علوم، وهو متعلق بالأدب الجاهلي، خاصة الوحدة المرتبطة بشعر الوصف في هذه الفترة. إذا نبدأ أولا بالتعرف على مضمون النص وكذلك الأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع، ثم نبين الإجابة النموذجية لهذا الموضوع. إذا النص هو لشاعر من شعراء العصر الجاهلي، وهو من أصحاب المعلقات امرؤ القيس، وفي هذه القصيدة يصف بعض مظاهر البيئة والطبيعة في تلك الفترة. قال الشاعر امرؤ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه كل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى سم جندلي، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي، يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان الصليط في الذبال المفتلي، وأضحى يسح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبلي. إذن هذا بالنسبة لقراءة القصيدة. نتعرف الآن على أهم المعاني الواردة فيها. نبدأ أولا بالبيت الأول: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. إذن السدول بمعنى الستائر، إذن سدول الليل أي ستائره، يبتلي بمعنى يختبر. وهنا نلاحظ أن الشاعر شبه ظلام الليل بموج البحر بصعوبته وهوله، ورأى أن هذا الليل يرخي عليه سواده، إذن رأى هذا السواد بالستائر، إذن شبه سواد الليل بالستائر، فقال أرخى سدوله أي أرخى سواده مع أصناف الهموم، إذن وجاءه بأصناف من الهموم ليختبر ما عنده من صبر على الشدائد. فنلاحظ أن الشاعر هنا يصف ليله ومعاناته في هذا الليل. في البيت الثاني: فقلت له لما تمط بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. إذن تمط بمعنى تمدد صلبه أي بشدته، وأردف الردف هو أول الشيء، أعجازا عجز الشيء هو مؤخره أو آخره، ناء بمعنى بعد، وكلكلي الكلكل هو صدر الشيء. إذن هنا يقصد الشاعر أن هذا الليل حين مد ظهره وازدادت أواخره طولا، إذن ازداد هذا الليل طولا عندما قال تمطى بصلبه أي أنه ازداد طولا، وازدادت أواخره طولا وثقلت أوائله، إذن وأردف أعجازا وناء بكلكلي أي بعدت أوائله، وهنا يريد أن يبين أن هذا الليل كان ثقيلا على الشاعر طويلا جدا لكثرة همومه، أي أنه لا يستطيع أن ينام فأصيب بالأرق لشدة همومه فأحس بطول الليل. في البيت الثالث: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. إذن هنا يخاطب الشاعر الليل، هذا الليل الذي طال عليه، فيقول ألا انجلي، انجلي بمعنى انكشف، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، أمثلي بمعنى أفضل. فهنا يريد أو يخاطب الشاعر هذا الليل ويطلب منه أن ينكشف، فيقول انكشف أيها الليل بصبح وضياء مشرق، لكنه تذكر أن الصبح ليس أحسن حالا من الليل، فالهموم مستمرة بالنسبة للشاعر ليلا ونهارا.
في البيت الرابع: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. كلمة مغار بمعنى الفتل، إذن فتل الحبل أي أنه محكم الفتل بالنسبة لهذا الحبل. يذبلي وهو اسم جبل، وهنا يتعجب الشاعر من بطء الليل وطوله، إذن فقال فيا لك من ليل كأن نجومه، فهنا تعجب من بطء هذا الليل الطويل، لدرجة أن نجوم هذا الليل ربطت بحبال متينة في قوله كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. فهنا يقصد أن نجوم هذا الليل تظهر وكأنها ربطت بحبال متينة إلى جبل يذبل، فلا تتحرك من مكانها، وهنا يشير إلى بطء هذا الليل وطوله. في البيت الخامس: كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى سم جندلي. بالنسبة لكلمة الثريا، الثريا هي نجم في السماء، إذن اسم نجم في السماء. علقت من مصامها، مصامها بمعنى معلقها، أمراس كتان، الأمراس بمعنى الحبال، وهذه الحبال من كتان، إذن أمراس كتان. إلى سم جندلي، إذن سم بمعنى صلب وجندل بمعنى صخر. فهنا أيضا يبين الشاعر أنه إذا نظر إلى الثريا وهو نجم في السماء وجده ثابتا لا يتحرك، إذن كأن الثريا علقت في مصامها، أي أنها ثابتة لا تتحرك، ثابتة في مكانها. وكأن هذه الثريا ربطت بحبال من الكتان إلى حجارة صلبة. في البيت السادس: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. إذن أغتدي بمعنى أذهب إلى الصيد، أي الخروج إلى الصيد. والطير في وكناتها، وكنات الطير أي أعشاشها أو أوكارها، بمنجرد، المنجرد هو قصير الشعر، قيد الأوابد، قيد الأوابد أي أنه يسبق الوحوش، الهيكل الطويل الضخم، وهنا يتحدث عن فرسه، أي أنه يخرج إلى الصيد في الصباح الباكر، أي قبل خروج الطيور من أعشاشها. فعندما قال والطير في وكناتها، أي أن الطير لم يغادر وكره، وبذلك فهو يغتدي إلى الصيد قبل الطيور، أي أنه في الصباح الباكر. بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، أي أنه ينطلق إلى الصيد بفرس طويل ضخم، أي أنني أعرف وقت الخروج إلى الصيد، فأنا أباغته صباحا قبل أن تغادر الطيور أعشاشها، ووسيلتي في ذلك هي ركوب حصان اكتمل خلقه فهو طويل وضخم. إذن هنا يصف الشاعر خروجه إلى الصيد في الصباح الباكر بفرسه الطويل الضخم. في البيت السابع: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. وهنا أيضا يواصل الشاعر وصف فرسه فيقول مكر مفر، أي أنه يحسن الكر والفر، أي الهجوم والتراجع. كذلك مقبل مدبر، أي أنه يقبل ويدبر. أيضا كجلمود صخر، أي أنه صخر عظيم كبير. فهنا يبين الشاعر أن فرسه معتاد على الكر والفر، أي الهجوم والتراجع، كذلك هو يقبل ويدبر ويراوغ الوحوش إذا رأته في معركة مع الفريسة ظنته قطعة حجر دحر بها السيل من أعلى إلى أسفل. إذن كجلمود صخر حطه السيل من علي، أي أن هذا الفرس عندما يراوغ الوحوش تراه وكأنه في معركة مع فريسته، فتظنه قطعة حجر تدحرجت أو دحرجها السيل من أعلى إلى أسفل. في البيت الثامن: أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي. وهنا انتقل الشاعر إلى وصف البرق، قال أصاح ترى برقا أريك وميضه، إذن الوميض بمعنى اللمعان، كلمع اليدين أي مثل تحرك اليدين.
حبي مكلل، والحبي هو السحاب المتراكم. مكلل بمعنى منظم ومرتب كالإكليل. فهنا الشاعر يخاطب صاحبه فيقول أصاح، وصاح بمعنى صاحبي، فهي مرخمة. إذن يا صاحي بمعنى يا صاحبي. هل ترى برقا في لمعانه وتلألؤه بين السحاب المتراكم فصار أعلاه كالإكليل لأسفله؟ فهنا شبه لمعان البرق بتحرك اليدين، إذن في قوله أريك وميضه كلمع اليدين، أي مثل تحرك اليدين. في حبي مكلل أي بين السحاب المتراكم، فأصبح شكله مثل الإكليل، أي أن أعلاه إكليل لأسفله. إذن هذا بالنسبة للبيت الثامن. في البيت التاسع، يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل. فسناه بمعنى ضوءه، أي ضوء المصباح. أهان السليط، السليط هو الزيت، أما الذبال، إذن السليط في الذبال المفتل، والذبال هو المفتل أو الفتيلة التي تحترق بالزيت في المصباح. إذن يريد أن يبين الشاعر أن هذا البرق يتلألأ ضوءه، فهو يشبه في تحركه مصابيح الرهبان التي صب الزيت على فتائل هذه المصابيح للإضاءة. في البيت العاشر، وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوحة الكنهبري. إذن يصح بمعنى يسيل، عن كل فيقة، وفيقة هنا اسم موضع، يكب بمعنى يلقي على الأذقان، الأذقان يقصد بها الشجر، دوحة الكنهبري. إذن الدوح هو الشجر العظيم ومفرده دوحة، الدوحة هي الشجرة العظيمة. الكنهبري هو ضرب من شجر البادية أو نوع من الشجر. يقصد الشاعر في هذا البيت أن هذا السحاب أضحى يصب الماء فوق هذا الموضع المسمى بفيقة، ويلقي على الأشجار العظيمة فيغرقها، يغطيها، وهذا دليل على غزارة هذا المطر. إذن هذا بالنسبة لشرح هذه الأبيات. نأتي الآن للأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. نبدأ أولا بأسئلة البناء الفكري. السؤال الأول، بما شبه الشاعر الليل، وما الدلالة النفسية التي يحملها هذا التشبيه بالنسبة للشاعر؟ السؤال الثاني، لقد رسم الشاعر لوحة تحوي ظاهرة طبيعية، وضح ثم اذكر الأبيات الدالة عليها. السؤال الثالث، قد تراوح الوصف في النص بين ثلاثة أشياء، بينها مع تحديد الأبيات الدالة على كل منها بدقة. السؤال الرابع، لامرئ القيس خبرة بما يوجد في بيئته البسيطة المحيطة به، أين تتجلى هذه الخبرة؟ السؤال الخامس، حدد نمط النص ثم اذكر مؤشراته مع التمثيل. هذا بالنسبة لأسئلة البناء الفكري. أسئلة البناء اللغوي. السؤال الأول، أعرب ما فوق الخط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل. بالنسبة لإعراب المفردات، ليبتلي في البيت الأول، فقلت، إذن قلت. بالنسبة للفظة الثانية في البيت الثاني، إعراب الجمل، جملة الأولى في البيت الخامس، كأن الثريا علقت، إذن جملة علقت. والجملة الثانية في البيت السادس، وقد أغتدي والطير في وكناتها، إذن جملة والطير في وكناتها. السؤال الثاني، على من يعود ضمير الغائب المفرد في البيتين الأخيرين مع تبيان وظيفة هذا الضمير في النص؟ السؤال الثالث، النص حافل بالتشبيهات، استخرج تشبيها أو استخرج التشبيه الوارد في البيت الرابع مبينا أركانه. السؤال الرابع، استخرج محسنا بديعيا ثم بين نوعه واذكر بلاغته. الوضعية المستهدفة أو الوضعية الإدماجية، عالج وضعية واحدة على الخيار. الوضعية الأولى، السند للبيئة العربية في الأدب العربي، الأثر البارز ولها في الوصف بصفة أخص، الأثر الأقوى.
منها يستمد معانيه ويستنبط أفكاره ويتخذ تشبيهاته ويستوهبها مادة أوصافه. فسر القول متوقفا عند خصائص شعر الطبيعة الجاهلي. الوضعية الثانية السند، خولتك أخلاقك وطباعك لتكون مسؤولا. التعليم، أكتب فقرة تعلل فيها سلطة الحب والرضا إلى جانب سلطة الكفاءة في تسيير شؤون رفاقك. إذن هذا بالنسبة للأسئلة، نأتي الآن إلى الإجابة النموذجية. نبدأ أولا بأجوبة البناء الفكري. السؤال الأول، بما شبه الشاعر الليلة وما الدلالة النفسية التي يحملها هذا التشبيه بالنسبة للشاعر؟ إذن هذا أو إجابة هذا السؤال تظهر في البيت الأول في قول الشاعر، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فالشاعر هنا شبه الليل بموج البحر. أما الدلالة النفسية لذلك أو الدلالة التي يحملها هي الهم والخوف والفزع والبلاء. إذن الليل يدل على كثرة الهموم وكذلك على الخوف والفزع والبلاء. السؤال الثاني، لقد رسم الشاعر لوحة تحوي ظاهرة طبيعية واضحة ثم أذكر الأبيات الدالة عليها. إذن الشاعر وصف أولا الليل ثم انتقل إلى وصف الصيد، بعد ذلك وصف البرق. إذن البرق هو الظاهرة الطبيعية التي وصفها الشاعر، ويظهر ذلك في البيت الثامن التاسع وكذلك العاشر. إذن هنا وصف للبرق وما يترتب عنه من مطر. السؤال الثالث، قد تراوح الوصف في النص بين ثلاثة أشياء، بينها مع تحديد الأبيات الدالة على كل منها بدقة. إذن الأمور التي وصفها الشاعر في هذه القصيدة هي الليل كما يظهر في البيت الأول، وليل كموج البحر أرخى سدوله، كذلك في قوله ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، كذلك فيا لك من ليل كأن نجومه. إذن هنا وصف الليل وما يتعلق به من طول وتمدد، كما وصف البرق كما يظهر في البيت الثامن وكذلك التاسع في قوله أصاح ترى برقا أريك وميضه، كذلك يضيء سناه أو مصابيح راهبين. إذن هنا وصف البرق. وأخيرا وصف الغيث في البيت العاشر في قوله وأضحى يسح الماء عن كل فيقة، إذن هنا نزول الغيث. إذن هذه هي الأمور الثلاث التي وصفها الشاعر في هذه القصيدة. السؤال الرابع، لامرئ القيس خبرة بما يوجد في بيئته البسيطة المحيطة به، أين تتجلى هذه الخبرة؟ إذن خبرة الشاعر في بيئته تتجلى في إحاطته بمعارف مختلفة، مثلا البحار وأمواجها كما يظهر في البيت الأول، وليل كموج البحر، كذلك في حسن اختيار ظلام الليل للهموم. إذن هنا ربط طول الليل بالهموم فقال وليل كموج البحر أرخى سدوله أي أنزل ستائره علي بأنواع الهموم ليبتلي. إذن الربط بين طول الليل وكثرة الهموم، كذلك الصبح لجلائه أو تجلي الصبح في قوله ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأنثلي. إذن هنا التحدث عن الإصباح، كذلك في قوله أو ذكر جبل يذبل، كذلك ذكر الثريا وهي نجم في السماء، كذلك الطير والبرق. كل هذه الأمور ذكرها الشاعر في نصه في قوله مثلا كأن الثريا، كذلك كأن نجومه، أيضا الطير في وكناتها وغيرها من الأمثلة الأخرى التي تدل على إحاطة الشاعر بالبيئة الطبيعية البسيطة المحيطة به. إذن استثمار هذه الطبيعة للتعبير عن مشاعر. السؤال الخامس، حدد نمط النص ثم اذكر مؤشراته مع التمثيل. بالنسبة للنمط في هذه القصيدة واضح وهو النمط الوصفي، من مؤشراته ذكر الموصوف. إذن في كل مرة يذكر أمرا أو يصف أمرا معينا يذكره. إذن وصف الليل ذكر الليل، كذلك ذكر البرق وغيرها من الأمور التي وصفها في هذه القصيدة، كذلك من مؤشرات الوصف النعوت والأحوال قوله ألا أيها الليل الطويل، إذن الطويل نعت، كذلك الذبال المفتلي أيضا
نعت أيضا من خصائصه أو مؤشراته الإضافات مثل قوله كموج البحر، كذلك دوح الكنهبل وغيرها من الأمثلة الأخرى بالنسبة للإضافات. كذلك من خصائص الوصف دقة الوصف باستخدام التصوير البياني كالتشبيه مثلا في قوله كأن الثريا، كلمع اليدين، كموج البحر. كذلك بروز أفعال الجوارح أو أفعال الوصف مثل أغتدي، أريك. أيضا وجود حقل معجمي لتجميل الموصوف مثل قوله كلمع اليدين. أيضا الجمل الفعلية الدالة على الحركة مثل قوله يضيء، كذلك ترى، أيضا أضحى، يسح. إذا كل هذه الأفعال تدل على الحركة وهي من مؤشرات النمط الوصفي، كذلك الجمل الإسمية وغيرها من الخصائص الأخرى للنمط الوصفي. إذا المطلوب ذكر مؤشراته. إذن هذا فيما يتعلق بإجابة أسئلة البناء الفكري. ننتقل إلى أجوبة البناء اللغوي والفني. السؤال الأول: أعرب ما فوق الخط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل. الكلمة الأولى هي ليبتلي في إعراب المفردات في البيت الأول. إذن اللام هي لام التعليل، والفعل يبتلي هو فعل مضارع منصوب باللام بلام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة ولم تظهر لضرورة الشعرية. هي من المفروض أن نقول ليبتلي، ليبتلي، ولكن يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، فهنا الضرورة الشعرية هي التي جعلتنا لا نظهر الحركة الإعرابية، فنقول فعل مضارع منصوب باللام وعلامة نصبه الفتحة ولكن لم تظهر هنا للضرورة الشعرية. الكلمة الثانية: فقلت. إذا قلت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، وتاء المتكلم أو تاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الكلمة أو إعراب الجمل الآن: الجملة الأولى في البيت الخامس كأن الثريا علقت. إذا هنا لإعراب الجمل يجب أن نؤولها بمفرد إذا كان لها محل من الإعراب، وأيضا ننظر إلى ما قبل هذه الجملة. إذا كأن الثريا علقت، كأن الثريا معلقة، إذا كأن الثريا معلقة، وبذلك يظهر محلها الإعرابي، فهي جملة فعلية واقعة في محل رفع خبر كأن، إذا يوجد الناسخ كأن، وبذلك فهي خبر لهذا الناسخ، وهنا في محل رفع لأن خبر كأن يكون مرفوع. الجملة الثانية هي والطير في وكناتها. فهنا أيضا الجملة هي جملة اسمية، إذا هنا الطير في وكناتها جملة اسمية متكونة من المبتدأ والخبر، واقعة في محل نصب حال، إذا هنا يوجد واو الحال، بذلك فهي تؤشر للجملة الحالية. أيضا نطرح السؤال: كيف أغتدي؟ أغتدي والطير في وكناتها، وبذلك تظهر هذه الجملة الحالية، إذا هنا الجملة واقعة في محل نصب حال. السؤال الموالي: على من يعود ضمير الغائب المفرد في البيتين الأخيرين مع تبيان وظيفة هذا الضمير في النص؟ إذن البيت التاسع والبيت العاشر: يضيء سناه أو مصابيح راهب، كذلك وأضحى يسح الماء عن كل فيقة. إذن الضمير ضمير الغائب هنا يعود على البرق في قوله يضيء سناه، أي البرق الذي ذكره في البيت الثامن: أصاح ترى برقا أريك وميضه. ثم قال في البيت التاسع: يضيء سناه، إذا سناه الهاء تعود على البرق، وهنا الربط بالإحالة، فهنا إحالة قبلية، هذا الضمير يعود على البرق وبذلك فهي إحالة قبلية، إحالة نصية قبلية. وفائدة هذه الإحالة هو الربط، إذن الضمائر تربط بين أجزاء هذه أو هذا النص بالإضافة إلى تجنب التكرار والحفاظ على استقامة الوزن. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثاني. ننتقل إلى السؤال الثالث: النص حافل بالتشبيهات، استخرج التشبيه الوارد في البيت الرابع مبينا أركانه. يقول الشاعر في البيت الرابع: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي.
أما أركان التشبيه فلدينا هنا نجوم الليل هو المشبه، الأداة كأن، المشبه به هو شدة الفتل أي شدة الثبات، ثبات هذه النجوم أنها ثابتة مثل وكأنها مشدودة بحبل، وجه الشبه شدت بيذبلي أي شدة الثبات، إذن هذا هو وجه الشبه هو شدة الثبات. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثالث. ننتقل إلى السؤال الرابع. استخرج محسنا بديعيا ثم بين نوعه واذكر بلاغته. بالنسبة للمحسن البديعي يوجد محسن في البيت الثالث، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثالي. إذن الليل والصبح نوعه طباق الإجاب، أما بلاغته فيدل على معنى، إذن توضيح المعنى وهو طول الليالي وطول الهم، فذكر الصبح هو تحرر من ذلك الهم، ويذكر السواد والنور، وبذكر السواد والنور أي الليل والصبح يتضح هذا المعنى، أي أن الشاعر يريد أن يتخلص من همومه وطول ليله، ولكنه يرى في الأخير أن حتى هذا الإصباح ليس بأحسن من الليل الطويل. إذن هذا بالنسبة لأجوبة البناء اللغوي. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. بالنسبة للوضعية الإدماجية، الوضعية الأولى متعلقة بشعر الوصف في العصر الجاهلي، وصف البيئة الجاهلية، إذن من أكثر الأغراض الشعرية شيوعا في الشعر الجاهلي. فهنا نقدم مثلا بشبه الجزيرة العربية، وكذلك بالبيئة العربية في العصر الجاهلي، الحياة البسيطة، كذلك البيئة الطبيعية المحدودة. نبين تعلق الشعراء بهذه البيئة ووصفها والتأقلم معها، وكذلك وجود الكثير من الترابط بين الشاعر الجاهلي والطبيعة، خاصة أنه يرتبط بها من الناحية العاطفية، فهي تساهم في سعة خياله، وكذلك في أيضا الإلهام، إلهام الشعراء بالكثير من الأفكار. وأيضا نتحدث عن خصائص الوصف بالنسبة للشعراء في العصر الجاهلي. أما الخاتمة فنبين ما يميز أو الخاصية المميزة لشعر الوصف في العصر الجاهلي. إذن هذا بالنسبة للوضعية الأولى. أما الوضعية الثانية فهي وضعية إبداعية، الحديث عن كيف تكون السلطة بالحب والرضا وليس وكذلك بالكفاءة في تسيير الشؤون. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع. أتمنى للجميع الاستفادة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.